السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه جيت فلور بلان بيخليك ترسم الفلور بلان 2D و3D بأقل مجهود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. يعني تقول له مثلا عايز المساحة دي تبقى 2D او 3D ويخلي لك جواها 360 جولة كده بحيث ان انت تشوف كل حاجة معمولها رندر عالي بالشكل دوت. ممكن ترفع له فلور بلان ممكن يكون مثلا اوتوكاد او بي دي اف وهو يبدا يعمله لك برندر 3D. يبقى انت هيبقى عندك الفلور بلان وممكن تقول له هو يرسمه لك دو ناثينج اي اي هيعمل كرييت لل 2D وال 3D ويعمل لك 360 تور جوله كده في المكان. ممكن تقول له انا عايز مثلا غرفه ليفينج وتحدد له الستايل اللي انت عايزه والويندوز فيو انت عايز تشوف ايه من في الشباك تمام وتبدا بقى تشوف المكان بالشكل دوت 3D و2D. هي مش فكره مكتبه او هو عنده مكتبه كبيره، لا انت لو عندك اي تصميم هو يقدر ان هو يعمله لك. طيب التكلفه ماشي، ممكن نقول له فور بيرسونال يوزر اهوت بيقول لك البيزك $20 2D و3D وبلس ده $35 وهكذا بيضيف لك عليه الفرشار تور و45 بيعمل لك براندنج وهاي كواليتي 45 وهكذا. فاتمنى اللي جرب الموقع دوت يقول لنا رايه فيه، انا هحاول اجربه كتجربه تمام لكن مش هشتري الصراحه دلوقتي.